جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد في منطقتنا أناس يقرضون للمشاريع، إلا أنهم يكتبون في العقد أن من تأخر عن السداد في الوقت المعين فإنه يدفع غرامة. هل يعتبر هذا من الربا؟ إذا أقرضوا أهل المشاريع قروضا يمولون بها مشاريعهم وهي من باب القرض الحسن الذي يقصد به الإرفاق، فهذا عمل طيب، ولكن لا يجوز أخذ الزيادة عليها، لأن الزيادة عليها تكون ربا، وهذا بإجماع علماء المسلمين، وهو القرض الربوي. ومن ذلك إذا تأخر السداد فإنه لا تجوز الزيادة في الدين، سواء كان قرضا أو غيره، لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي جاء القرآن الكريم بالنهي والزجر عنه. فإنهم كانوا إذا حل أجل الدين فإن الدائن يقول للمدين: إما أن تسدد وإما أن تربي، فإن سدد في الحال وإلا زاد عليه الدين وأفسح له في الأجل. هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. نعم.